الجزيرة العربية للسياحة جاتورز، خدمات سياحية بلا حدود. المركز الرئيسي 5 شارع محمد إبراهيم، متفرع من شارع نوال الدقي. تليفون 023-7-620-904، شمال سيناء 06-833-5-77-77، شرم الشيخ 06-93-66-66-06، الأقصر 010-654-43-385. مسابقة المغردون برعاية برنامج صالون مريم وشركة الجزيرة العربية للسياحة والحج والعمرة والسياحة الداخلية والسياحة الخارجية. المغردون يلتقون، المغردون يلتقون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام، ولقاء يتجدد معكم كل يوم في شهر رمضان الكريم. أعاده الله عليكم وعلينا وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات. مشاهدينا الكرام، مسابقة المغردون، أحلى صوت في القرآن الكريم وأحلى صوت في الإنشاد الديني والابتهالات يتبناه هذا البرنامج، البرنامج الأول في مصر والعالم العربي. نتمنى لكل المتسابقين أن ينالوا حظهم معنا. ومن دلوقتي زي ما قلنا قبل كده إن احنا بندعم الصوت اللي بيظهر معانا في حلقة اليوم لمدة 24 ساعة، بندعمه من خلال السادة المشاهدين. اليوم نسبة تصويت 50% لكل صوت. نتمنى للجميع الفوز معنا. الميكروفون لزميلي عبد الله. أحييكم أعزائي المشاهدين، كل عام وحضراتكم بخير. يقول الله سبحانه وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. معنا في هذه الحلقة موهبتان. الموهبة الأولى قارئا هيثم جابر زيادة، أما الموهبة الثانية قارئا أيضا حسن إبراهيم حسن. هيا بنا نستمع إلى المتسابق الأول رقم 1 هيثم جابر زيادة، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير.
البصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا إننا الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاسب
فقل أسلمت وجهي لله فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ فإنما عليك البلاغ صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. استمعنا أيها السادة إلى المتسابق الأول هيثم جابر زيادة. فاصل ونرجع لكم بالمتسابق الثاني. المغردون يلتقون المغردون يلتقون يتسابق. مسابقة المغردون برعاية برنامج صالون مريم وشركة الجزيرة العربية للسياحة والحج والعمرة والسياحة الداخلية والسياحة الخارجية. المغردون يلتقون المغردون يلتقون يتساقون. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام بعد الفاصل ومعنا القارئ حسن إبراهيم حسن هيمتعنا بتلاوته القرآنية إن شاء الله. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما.
يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين
وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك بلا الشاهدين. استمعنا أيها السادة إلى المتسابق حسن إبراهيم حسن وإلى المتسابق الآخر هيثم جابر زيادة. هيا بنا ننطلق حتى نستمع إلى لجنة التحكيم ثم بعد ذلك نرجع إلى زميلتي مريم هليل تقول لنا سؤال الحلقة. المغردون يلتقون المغردون يلتقون يتسابق. مسابقة المغردون برعاية برنامج صالون مريم وشركة الجزيرة العربية للسياحة والحج والعمرة والسياحة الداخلية والسياحة الخارجية. المغردون يلتقون المغردون يلتقون يتساب. فضيلة الشيخ هيثم جابر زيادة، ما شاء الله عليك، انت بدأت بقول الله سبحانه وتعالى قل أنبئكم بخير من ذلك. أنا قلت ده ربع فجر على طول من البداية كده، قلت ده ربع فجر، لكن طبعا انت بدأ طبعا برضو مقفول، قول برضو عايز ينام وقايم يقرأ الفجر، برضو الصوت مقفول طبيعي، حتى بقى كده مقفول، حاسس انك انت مخنوق، فيه ركنات زيادة على الحروف، الغنى عندك ناقصة. انت قلت ورضوان من الله والله بصير بالعباد، كانت جايه على الاخر قوي بالزبط. طب انت لو وقفت على علامه الوقف ورضوان من الله وبعدين قلت والله بصير بالعباد، نفسك هيبقى مرتاح، صوتك هيبقى مرتاح. كنت بلاحظ برضو حاجه ان في عندك شبه ازدواجيه في الصوت، طبعا دي هنديك لها عذر، ممكن يكون صوتك مجهد والكلام ده كله، اختلاف كتير في المدود العارضه عندك برضو مش متساويه، في كتير قفلات عندك برضو مش متمكن فيها قوي، طبعا دي محتاجة لضبط ومحتاجة لتدريب، وطبعا ده اللي انا قلته كل ده لا ينقص من قدرك ولا من قدر التلاوة، بل طبعا احنا كلنا بنعلم بعض، واحنا قاعدين النهاردة عشان خاطر نتعلم كلنا من بعض وكلنا بنستفاد. طبعا استاذنا بيفيدنا والله وبيعلمنا، وسيدنا الشيخ ابراهيم، كلنا بنتعلم بعضنا الحمد لله، وانت كمان بتعلمنا برضو يا شيخ هيثم، ربنا يفتح عليك. نفس تعليقاتك يا سيدنا والله، يعني يعني الصوت فعلا بادئ متكتف قوي وقافل بق في الـ في الـ في الدخول، في زنه في الصوت اللي حضرتك قلت عليها ازدواجيه، في بعض الحروف مفخمه في غير موضعها، تمام، عدم تنظيم النفس، وده اللي رجع لي عشان وصل الايه بعضها، وصل الايه بعضها. لما اجي اخد الرست بقى في القراءه القرانيه، ارجوكم ابعدوا عن الأداء الشعبي اللي كل الناس بقت تقوله، يعني حتى وإن كانت حاجة يعني اصطنعها حد
وكانت جميلة ومقبولة منه، ممكن أشوف أنا حاجة لنفسي تبقى مناسبة ليا. نعم. تقليد الشيخ رفعت مقبول، لكن مش بالطريقة الاصطناعية دي. يعني خلينا نقول هو مقبول، لكن يا إما نتقنه، لأن الشيخ رفعت بالنسبة لنا وبالنسبة للعالم كله رمز كبير طبعا، فاللي بيقرب منه احنا بنحبه او نتحفظ عليه. طبعاً. فاحنا حبيناك النهاردة ومش عايزين نتحفظ تاني. احسنت يا شيخ هيثم، افتح عليك. انا بقول لمولانا القفلة في الرصد لازم تكون قوية ومش بالتزعيق او بتقليد اي قارئ ايا كان، لابد ان انت يعني مقام الرصد دايما عم شيخ حسام بيجي بعد البياتي بيبقى جميل. نعم. وبتطلع من الرصد على مثلا السيكة. نعم. مرتاح. مقام الرصد احنا بنستعمله في استنهاض الهمم بالزبط. او انك تبتدي تحفز اللي قدامك بالزبط. يعني انت اتقوا الله يجعل لكم فرقانا، الحاجات اللي فيها حافز واستنهاض همم بنستخدم فيها مقام الرصد، فبيبقى منور قوي زي ما حضرتك بتقول. اتفضل شيخ ابراهيم كمل. ندخل على المتسابق الثاني، فضيلة الشيخ حسن ابراهيم حسن. نعم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، آية من سورة الأحزاب. طبعا دي آية طبعا كل الناس بتقراها. هقول عندك بس حاجة بسيطة جدا، إن الصوت عندك من ناحية النغمية محتاجة لشبه ضبط بسيط يعني. طبعا كان في عندك حروف ساكنة كنت بتحركها غصب عنك، إن عندك طبعا النغم ما كانش واخد حقه كويس. طبعا عندك برضو في كم قفله كده برضو ما كنتش عارف تبقى متمكن فيها. نعم. الظاهر انك انت بقى طبعا يا اما يا عايز تاكل بقى يا عايز تنام يا ما اعرفش انت كنت خايف من مين بالظبط. هو متاثر بسيدنا الشيخ عبد الباسط طبعا شويه في الـ في الـ في الـ في الاداء، بس مش هيقدر عليه. لكن التاثر شيء والتقمص شيء اخر. بس مش هيقدر عليه. البدايه كانت يعني نوعا ما مهزوزه كده في الاستعاذه في الدخول، واحنا ما بنحبش دايما ان البدايه تبقى لا، احنا عايزين الانسان يبقى داخل مستريح يمتع اللي قدامه ويبشر اللي قدامه ان انا يعني هتسمع مني قران. عندنا في ترنح بين الصبا والبياتي، وبعد كده رصد ادى الى نشاز في القرار وفي النزول، يعني في نزولك من الجواب للقرار. عايزين برضه نبتدي نتدرب ازاي اصفي المقام، كل مقام امسكه يعني زي ما بيقولوا كده من القرار للوسط للجواب وبعدين ابتدي اصفيه تاني. طبعا. على فكره الموضوع ده حتى كمان بيعمل انسجام روحي. نعم. للمستمع، يقول لك فلان قراته فيها روحانيات. نعم. انسجام. تمام. انا بقول له يعني ربنا برضه يوفقه استاذ حسام لتنظيم النفس. نعم. يعني سيدنا الشيخ عبد الباسط كان ما شاء الله يعني يجيب ايات يعني بنشوف دموعه وهو بيقراها. نعم. فلازم تنظم نفسك على قد الايه. بعض القراء بيزنقوا نفسهم في ايات. نعم. يقعد يعد عشان يقول ده انا نفسي طويل. نعم. يعني انا بقول مثلا اقرا القران حسب الوقف. احنا بنتكلم يا شيخ ابراهيم وعم الشيخ محمد لان هو عنده. نعم. يعني صوته فيه. ايوه طبعا لانه فيه. فان شاء الله يعني يعمل لا ينقص من قدرك اطلاقا. نعم. احنا بنكمل بعضنا والله، واحنا بنقول يعني ده تعليق بسيط كده عشان انت بس تستفيد، وان شاء الله بدل ما انت النهارده تبقى 5 نجوم بكره تبقى 6 بكره تبقى 10 نجوم، وان شاء الله نسمعك عن قريب ان شاء الله على هواء اذاعه القران. ربنا يوفقك. المغردون يلتقون، المغردون يلتقون يتسابق. مسابقة المغردون برعاية برنامج صالون مريم وشركة الجزيرة العربية للسياحة والحج والعمرة والسياحة الداخلية والسياحة الخارجية. المغردون يلتقون، المغردون يلتقون يتساءلون. مشاهدينا الكرام، إليكم سؤال حلقة النهاردة. ما هو اسم الصحابي الذي ذكر اسمه في القرآن الكريم صراحة؟ طبعا احنا مش هنقول طبعا كل يوم ان احنا هنجمع الأسئلة بتاعتنا ونجاوب عليها ونبعتها على العنوان الموضح أمامكم على الشاشة.
وبرضو كما متعودة معكم كل يوم ما تنسوش تلقوا الضوء وتسندوا القراء والمتسابقين النهاردة، ومعاكم 24 ساعة من لحظة انطلاق هذا البرنامج. مشاهدينا الكرام، ما تنسوش متابعتكم لينا على صفحتنا الرئيسية على الفيسبوك. دمتم ودامت عليكم الأيام الكريمة وكل الخير. خالص تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المغردون يلتقون، المغردون يلتقون، يتسابقون يتنافسون، تلاوة القرآن ومدح الحبيب تسمو به الأرواح، يتنافسون يتسابقون المغردون. للتصويت للمتسابقين إرسال رسالة على 1744 باسم المتسابق المرشح فوزي، حيث أن التصويت متاح لمدة 24 ساعة فقط من وقت إذاعة الحلقة، وذلك يومياً إلى نهاية الشهر الكريم، وسيتم التصويت للجميع لمدة أسبوعين بعد إذاعة آخر حلقة، ويغلق التصويت نهائياً. شركة الجزيرة العربية للسياحة جات تورز، حج وعمرة، حجز تذاكر طيران، أوتوبيسات سياحية، حجز فنادق في جميع أنحاء العالم. الجزيرة العربية للسياحة جات تورز، خدمات سياحية بلا حدود. المركز الرئيسي 5 شارع محمد إبراهيم، متفرع من شارع نوال، الدقي. تليفون 023-7-620-904، شمال سيناء 06-8-33-5-77-77، شرم الشيخ 06-9-3-66-66-06، الأقصر 010-650-44-385.